هذا من الوحوش اللي توه قام يطمر، ها توه قام يطمر الحين بيشوف عنه الحين. النوعية هذه يعني بالمكان بالديوانية هذا يطمر أموره طيبة، ولكن هني سبحان الله يكون نفس ما قلت قبل، يكون مفتوح من عند كل نواحي الأمر، فيطول بشي هذا. فلازم إنك شو تسوي؟ تعاون الطير كثر ما تقدر. لو أقربها يذبحها الحين مرة، شوف خايف الطير خايف. لا تفري والله ظهر ما عاد. هذا طير اللي قبل شوي مو راضي حتى لا يذبح فري ولا شيء، ولا هو راضي حتى انه قربتها عنده يعني يطالعها ومو هو يبغى. هذا دليل انه انفتح المكان سبحان الله، يعني يقوم الطير ما يعطي وجه الا انك تدقه شوي، لا بد انه ينزل شوي ويحتاج يعني ينقل، يعني ما شاء الله فيه له تصاوير يتفلع علينا واكد اللهم بارك من احسن اكون، ولكن وضعها بالبغير سبحان الله. شوف الله يبره. يطمر اموره طيبة هنا. هذا لابد اني يعني اليوم لازم اقصر عليه. لازم نقصر عليه، ولكن كلمة تقصر عليه طبعا مو يكون الطير نازل حيل حيل ولا انزله مرة ثانية، لا القصد الطير يكون صغير وتنزله تدريجي لين يعطيك وجهه ويقوم يعني اموره طيبة. لا دعيته بالخراعات وفكيته، مو دعوة بالخيط اللي اسويه انا، لا فكيته هذيك الساعة يعني ارفع الطير على خفيف لين توصل وزن الحد. عسى الله ينفع فينا وياك جو يسلم، يبارك الله عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالب ظلاله.